شركه تونس الى الامام باش تكونوا حاضرين في الانتخابات التشريعيه سي عبد الرزاق؟ بالضروره، احنا الشان العام يهمنا وسنكون واحنا بصدد الاستعداد بدايه من اليوم، بدايه انه الاستعداد الرسمي بدانا نستعد بدايه من اليوم سنبدا نشرع في الاستعداد الرسمي للانتخابات التشريعيه والرئاسيه. القائمات باش تكون حزبيه فقط ولا في اطار تحالفات ربما؟ قرار المؤتمر التاسيسي ستكون قائمات في اطار مشترك مع نحن لا نحدد المعا بالمسبق، لان اللي حدد معاه بالمسبق غير سليم. هذه الحركة الساحة السياسية هي ساحة متحركة، هناك حوارات متعددة مع أطراف متعددة، وسننتظر ماذا ستفضي إليه هذه الحوارات. وعموما مشكون سيسيو عندكم شكون اللي تقتربوا معهم وعندكم شكون اللي عندكم فيتو عليه؟ بالضرورة بالضرورة نحن نسعى إلى قائمات مشتركة مع الطيف المدني الديمقراطي الاجتماعي، وهذا الطيف لدينا حوارات لم تنتهي هذه الحوارات، وهناك البعض عرض التحاور مع افتتاح مؤتمرنا التأسيسي أي مؤتمر حركة تونس إلى الأمام، وإحنا منفتحون على هذا الطيف الديمقراطي المدني الاجتماعي. بالنسبة للانتخابات الرئاسية، بالنسبة للانتخابات الرئيسية في نفس الوجهة، نحن سنعمل على التوافق على شخصية وطنية نحبذ أن تكون شخصية وطنية جامعة ومستقلة أي بغير حزبية، لكن ليس هذه الجملة معنى هذا النعت الأخير ليس شرطا أساسي. يعني مش بش يكون عندكم مرشح من الداخل في الانتخابات الرئاسية؟ لن يكون لنا مبدئيا لن يكون لنا مرشح باسم حركة تونس إلى الأمام، ولكن مش تدعموا مرشح لكن فيه؟ لكن حواراتنا مع الأطراف قد تفضي على اختيار مرشح توافقي يكون قادر على التجميع على نفس العائله على الاقل. سفيان باش نختموا كان باش نختموا حاولوا نفهموا الان هل ثم امكانيه وانكم عندكم امل في التحصل على حظ وافد من المقاعد، خاصه استطلاعات الراي ناخذوها ذاك دي بانسيت، لكن الملاحظات السياسيه تبين وانه الاحزاب الراديكاليه اليوم ممكن تلقى لدى الناخب اذان صاغيه. وعندنا حظ بالضرورة، عندنا حظ، ثم واحد داخل الانتخابات ولا يؤمن بحدوده، معناها في الحالة احنا نؤمن بحدودنا ونؤمن بحدودنا مع هذه العائلة المدنية الديمقراطية الاجتماعية، ونعرف ما هي نتيجة استطلاعات الرأي، لكن استطلاعات الرأي الحالية يمكن أن تتغير لفائدتنا أو لفائدة قد تكون لفائدة الأطراف التي ليست في الحكم، قد يذهب الناخب إلى معاقبة من هم في الحكم ولو أن ذلك لا يبدو واضحا في استطلاع الرأي الأخير، لكن ليس نعرف أن في قرار الناخب ليس قرارا ما قبليا، الناخب التونسي ما يخوش قرار في مزاجي، لم نكون رأي عام انتخابي مسيس نتيجة حداثة التجربة الديمقراطية نفسها. نحن لسنا في دولة عندها تجربة ديمقراطية من 200 سنة، والرأي العام له قرار، بالتالي نحن نعول على جهدنا وجهد أصدقائنا ونعول على إقناع الناخب التونسي بوجاهة برنامجنا وتصورنا، وأمالنا كبيرة. بالتوفيق ان شاء الله ليكم في الحلقات المحطه السياسيه القادمه. شكرا لراديو ماد على استضافه حركه تونس الى الامام. شكرا ليك سي عبد الرزاق، بالتوفيق ومكملين احنا.